ورح نبدا سالي اولى فقراتنا لليوم بظاهره فلكيه رح تمر على سوريا ب 16 و17 تشرين الثاني، وهي الهطل الشهبي. بالحقيقه الشهب هي عباره عن ذرات من الرمل والحصى الصغيره بتخلفها مذنبات بتصير بسرعه كبيره، وعندها اصطدامها بالغلاف الجوي للارض تحترق وبتتبخر وبتعطي الاشكال الشهبيه الشبيهه بالالعاب الناريه. بدنا نتعرف اكثر سلمى على هذا الهطل وشو تاثيراته على سوريا. بيسرنا نرحب بالدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية. يسعد صباحك. صباح الورد سالي، صباح الخير سلمى، يسعد صباحكم صباح جميع مشاهدي الإخبارية السورية بالأخبار الفلكية لليوم. يعني كنا يمكن استيقظنا على خبر فلكي فجرا، حدث فجر اللي يحدث فجر الأحد والاثنين والثلاثة، اللي هو ظاهرة كنا عم نحكي فيها تحت الهواء أنا وسلمى، التقاء المريخ تماما والزهرة. المشتري والزهرة وأعلى المريخ، مظبوط. يعني ألمع جرمين سماويين اللي بعد القمر والشمس، هن الزهرة والمشتري، أن يكونوا مع بعضهم البعض، بيطلعوا سوا وبيلمعوا سوا، فنحن كأنه عم نزين السماء بزينة جديدة. هي الزينة الجديدة هي موضوع كوكب الزهرة وكوكب المشتري. اللي حابين يتعرفوا على جمال كوكب الزهرة وتألقه هاللمعان الشديد له ويتعرفوا على المشتري بالعين المجردة، ممكن يستيقظوا قبل شروق الشمس ببضع ساعات، يعني نحن عم نحكي الساعة واحدة تنتين ثلاثة، ممكن يلاحظوا الزهرة كألمع جرم بعد الشمس والقمر واضح بلمعانه، وبعد منه المشتري عملاق كواكب مجموعتنا الشمسية. إذا المشتري يتميز بإضاءته لأنه هو العملاق، أكبر كوكب بمجموعتنا الشمسية. أما الزهرة فبسبب أنه أولا أقرب كوكب إلى الأرض، وثانيا غلافه الجوي الكثيف. هي الظاهرة عم تحدث اليوم وبكرة وبعد بكرة. أما الظاهرة الأكثر جذبا للناس والأكثر إمتاعا هي الهطل الشهابي يلي بيحدث ب 16-17 تشرين ثاني. كل سنة 16-17 تشرين ثاني تمر الأرض ببقايا مذنب اسمه تيمبل تطل. تيمبل تطل هن عالمين، تيمبل لحاله وتطل لحاله، اثنين اكتشفوا نفس المذنب وسموه تيمبل تطل، مثل إذا اكتشفتوا مذنب سالي سلمى، سالي سلمى. هذا المذنب بيمر كل 33 سنة مرة. آخر مرور له كان عام 1999، قبل منه عام 1966، القادم عام 2034. إذا كل 33 سنة بيمر هذا المذنب مرة بسمائنا، فبيترك بقايا. هاي البقايا تحتك مع الغلاف الجوي مثل ما تفضلتوا بمقدمتكم، تحتك بالغلاف الجوي للأرض فتولد ألعاب نارية. تيمبل تطل هذا العام، نحن ب 2017، إذا خلينا نقول بمنتصف مروره تقريبا، فحيكون الهطل الشهابي ضعيف. لكن ما يميز هذا العام عن باقي الأعوام هو أنه الهطل الشهابي 17-18 تشرين ثاني، و 17-18 تشرين ثاني يتوافق تماما مع بداية شهر ربيع الأول، بالتالي لا وجود للقمر في السماء الذي يعكر صفو رصد الهطل. عندنا ظاهرة ممتعة جدا، ليلة ممتعة جدا، ممكن نعد 10-20 شهاب بالساعة. فينا نتمنى كثير سالي، باعتبار الناس دائما هيك بتحس انه لما بيطلع شيء بالسماء الشهاب يمكن او النيازه هيك بتقول انه تمنوا، بيقولوا امنيات تتحقق ان شاء الله. شفنا كثير بس اتمنى دائما، لا للاسف هي مقوله ماثوره لكن ليست حقيقيه ابدا. يعني لكل يلي عم يتابعنا هلا بنقول لهم انه يتمنوا ولا ما يتمنوا؟ لا بس استمتعوا بالمنظر. تماما استمتعوا بالمنظر، وهي شغله حلوه، يعني تفاؤل، طاقه ايجابيه نستغلها، معلش يعني صح. فرصة أنه نطلع بالسماء وننسى هموم الأرض ونتمنى مع السماء. حلو. هذا شيء كتير حلو. على فكرة سالي سلمى، موضوع الرصد الشهابي كلنا ظواهر الفلكية بكفة، والهطل الشهابي بكفة أخرى تماما. تخيلوا ما أروع هالليلة منظر. تماما نكون هيك مجتمعين سوا ليلة للصبح طبعا، لأنه أول شيء للمشاهد الكريم ليلة الرصد تبدأ فجرا، يعني بعد منتصف الليل لساعات الفجر الأولى بالضبط، بعد منتصف الليل لساعات الفجر الأولى بدنا نستلقي مكان عاتم تماما، نعود عيوننا على الظلام، ما نشوش عيوننا ساعة لتحت ساعة على اليمين ساعة على اليسار، لا بدنا نركز بمجال بالسماء ونريح أعصابنا فمنشوف الظاهرة تمام، غير هيك لا تشاهد. فكثير ناس بتعاتبنا، أنا والله طلعت على البرندة وما شفت شيء. إذا كان عندك أضوية إضواء المدينة أو كان أضواء السيارات مقابل لعيوننا أو عم تطلع أو أضواء البيوت اللي مقابله بالضبط، أو الأشجار أو إلى آخره، أو عم تطلع على السماء وترجع عيونك على الأرض، هذا الشيء حدقة العين لن تستطيع
التأقلم مع الوضع السماوي. فإذا هي الليلة هي ننسى همومنا فيها من أجمل الليالي. هالعام الاحتمال الأكبر أن تكون ليلة صافية، هذا الشيء بيساعدنا أن تكون الليلة مميزة جدا. طيب دكتور محمد، خلينا نحكي يمكن عن تأثيرات هذا الهطل الشهابي، شو ممكن يأثر على الجو بشكل عام وعلى سوريا؟ كثير حلو. هلا هي أولا ظاهرة تتميز أو تبدع وتتألق في سماء نصف الكرة الشمالي أكثر من نصف الكرة الجنوبي، فنحن كدول في نصف الكرة الشمالي سنستمتع بها أكثر. تأثير على المناخ لا تحمل أي تأثير لا على المناخ ولا على الإنسان ولا على الأقمار الصناعية، لأنها تحدث في مستوى في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، فلا تحمل أي تأثير إلا اللهم إذا كان في هناك كرات نارية كبيرة ممكن تسقط على الأرض، لكن دائما الكرات النارية لا تكون إلا مع بداية مرور المذنب. يعني المتوقع عام الله يعطيكم ويعطينا طولة العمر 2034 هي الليلة الأكثر قوة حتكون بالهطل الشهابي، لكن بعام 2017 حتكون كتير بسيطة، لن تحمل معه أي تأثير على المناخ. نحن عم نلاحظ وما زلنا نلاحظ ما حكيناه سابقا عن موضوع المناخ، المناخ بعيد الأمد، حالة المناخ الطويلة، عم نلاحظ أنه ما زلنا نعيش بحالة الاحتباس الحراري التي لا علاقة لها بالمذنب أو الهطل الشهابي. الهطل الشهابي هي ظاهرة جميلة تتكرر كل عام من وقت ما مر هذا المذنب إلى أن يختفي هذا المذنب. حلو. وعندنا هطل شهابي آخر مثل برشاويات، مو نسبة إلى برشلونة، لا نسبة إلى برج هلا بيزعلوا الريالي تماما. وفي عندنا الدلويات نسبة إلى مذنب هالي. إذا كل مذنب مر بسمائنا وشفناه ترك بقايا. العام ب 1833 مر لأول مرة مذنب تنبل تطل، فترك هذه البقايا اللي عم نشهد نحن الهطل الشهابي فيها. طبعا برجع باكد انه لن يسقط اي جزء من هذا التراب المحروق في الغلاف الجوي، فهي اصغر من النيازك، هي حبات بحص صغيره، رمل صغيره تحترق مباشره بالغلاف الجوي. نطلع على الجهه الجنوبيه والجنوبيه الغربيه بعد منتصف الليل ممكن نشاهد هاللمعات الجميله جدا. اذا كانت المنطقه صافيه تماما ممكن نشوف الوانها. حلو. اللون الأخضر نسبة إلى غاز أكسجين زيادة بالحجرة الصغيرة، اللون الأزرق مثلا غاز كربون أو كبريت، كل لون له معنى. حتى إذا كان المكان هادئ ممكن نسمع صوته بصوت جميل جدا، مو مرعب لا جميل جدا، كأنه يعني سيارة عم تمر قدامنا بسرعة كبيرة. هالصوت الجميل جدا منبلش بيكون معنا عدادات منعد 1 2 3 4 5 هيك لآخر الليلة. تمام. آخر الليلة نطلع بتقرير، هذا التقرير في درجة الحرارة، في الوضع العام، في مكان الرصد، وفي عدد الشهب. هذا التقرير يرفع إلى منظمة الشهب العالمية، في منظمة عالمية اسمها منظمة الشهب، تعنى بدراسة عدد الشهب بكل دولة بالعالم، بتشوف بتقريرها يا ترى هالعام كان غزير، كان بسيط، هل هناك بقايا خطيرة، هل هناك أحداث غير مدروسة، هل هناك شيء غير طبيعي. تمام. كلها توثق استعدادا لعام 2034 اللي دائما يكون هو الزروع. تمام. يعني دكتور حكينا على التأثيرات المناخية، خلينا نحكي عن التأثير النفسي للعالم يلي بدها تنتظر هذا الشيء وتشوفه، وهل بتقدر تشوفه يعني واضح بالعين المجردة، أو مثلا ممكن بدها تطلع على سطح عالي شوي لتقدر ترصده؟ كثير مهم سؤالك. التأثير النفسي هي خلينا نسميها الكلمة الذهبية للهطل الشهابي. فعلا يحمل معه التأثير الشهابي دي من يتابعه راحة نفسية وسكينة كبيرة جدا. يعني فعلا نحن بنستنى الهطل الشهابي من السنة للسنة مثل ما بيقولوا حتى نحن نتوحد مع السماء هيك ونرتاح شوي من هموم الدنيا وهموم الكرة الأرضية، نطلع نتأمل السماء ونفتح أفقنا شوي وخيالنا مع هالسماء الواسعة جدا. لحتى نرصد الهطل الشهابي لا نحتاج لأي معدات، العين البشرية ولا ناظور أبدا ولا أماكن مميزة مثلا بعيدا عن أضواء المدينة تكفي. إذا أنا مثلا منزلي عالي بطلع على السطح ارتفعت عن أضواء المدينة جيد، برندتي بتطلع على الجهة الجنوبية الجنوبية الغربية وحولي ما في شيء مؤثرات ضوئية ممتاز. أما إذا في مؤثرات ضوئية دور على مكان لا يحمل معه مؤثرات ضوئية، ساعتين زمان ممكن استمتع فيهم أنا وأطفالي أنا وعائلتي بشكل لا ينسى. حلاوة الموضوع أنه بيكون يوم سبت، يعني هي نقطة إيجابية، عطلة، يوم عطلة، فممكن الاستمتاع فيه وما في أمر. فالليلة بشكل عام جميلة جدا. نحن المتوقع أنه نرصد هذه الظاهرة بسويدا
بمنطقة شهبة. حلو. الاحتمال الكبير يعني طبعا حنخبركم. شهبة من الشهب؟ لا 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 أبدا، مدينة شهبة. فنحن اخترنا مدينة شهبة، حنكون بمنارة شهبة، المتوقع آثار شهبة يعني. بآثار شهبة نرصد هي الظاهرة بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية. حتى الآن نحن عم نخطط لهذا الشيء، إن شاء الله منخبركم أكيد إذا تم هذا الشيء حسب الطقس وحسب المناخ. يعني نحن نرتبط أيضا بحالة الطقس بكل محافظة، مثلا إذا سويدة كان فيها مطر ما بنقدر نرصده، ننتقل لمحافظة يكون فيها الجو مناسب أكثر لرصده. نحن حنحاول أكيد يكون عنا عدد، نشارك منظمة الشهب العالمية بعددنا حتى نثبت دائما أنه نحن موجودين بكل المحافل سواء الدولية العلمية أو الدولية بأي مجال آخر. فإذا الهطل الشهابي يحمل سكينة لمشاهدها وتحمل نوع من الألفة، يعني تخيلي يا سالي سلمى ونحن عم نعد الشهب، يعني في منافسة، أنا شفته لا أنا ما شفته، مرق ما مرق، يعني في نوع من الحماس، في غيرنا شافه ونحن ما شفناه. بالضبط بالضبط. وهي كثير بتعمل زي أنه مثلا مجموعة من الناس شافته، المجموعة الأخرى ممكن تكون فراح عليها وبيكون مثلا طويل مدته طويلة، فبتكون راحت عليهم المتعة. هو بيمر على فكرة خلال أجزاء من الثانية وصولا إلى 10 ثواني حسب طوله وحسب شدته. تمام. هذا كله بيرتبط بمدة الشهاب. أكيد. يعني دكتور محمد وحضرتك عم تحكي أشرت لأنه التأثيرات المناخية أيضا بتأثر على رصد الظواهر الفلكية. السنة عم بيقولوا أنه الشتاء ممكن يكون قاسي، متى تفسير هذا الشيء وارتباطه أيضا بالظواهر الفلكية اللي عم بتصير بالفترة الأخيرة؟ كثير حلو سلمى، عندنا ظاهرتين مرتبطين مع بعضهم، هنا المناخ والطقس. الطقس طبعا تحية الأرصاد الجوية، الهيئة العامة للأرصاد الجوية هي المسؤولة عن موضوع الطقس لثلاث ايام، لكن اذا حكينا بالمناخ بنلاحظ انه المناخ على المدى الطويل، نحن ذكرنا واكدنا ونؤكد عن بمنبر الاخباريه السوريه انه المناخ مو تغيير بسوريا بس، المناخ يعاني من تغير عالمي، تخبط، خلينا نقول الكلمه التي تستخدم اكثر، التخبط المناخي، التخبط المناخي ما زلنا عم نشعر فيه، الدليل تاخر الامطار، الدليل حتى امبارح بالامس هطل شويه امطار باللاذقيه والساحل لكن قصيره وضعيفه. نعم نحن نعيش حالة تخبط مناخي، هذا يعني أن الشتاء سيكون قصير ومكثف والصيف طويل ومؤثر. يا ويلي. إذن الشتاء قصير ومكثف، نحن لساعتنا متمسكين بهذه العبارة أنه حيكون الشتاء مو مثل ما أننا متعودينه، أنه من تشرين الثاني من بداية أيلول حتى بالعادة، من بداية أيلول حتى آدار، نهاية آدار وبداية نيسان، لا حنلاحظ تكثف الشتاء بشهر كانون الأول كانون الثاني شباط بكثافة قوية، يعني حنشهد أمطار بإذن الله، ثلوج متوقع جدا ثلوج، لكن هي الكثافة هي نتيجة التخبط. ورح تسمعوا سلمى وسالي دائما احنا مع بعضنا بهطول ثلوج بأماكن غير مسبوقة مثل الصحراء الكبرى، مثل مصر، مثل الخليج العربي، هالمنطقة هي اللي ما شهدت ثلوج سابقا ممكن نشهد عندها تخبطات مناخية غير مسبوقة، وهذا نحن عم نستشعره من الآن. في دول حصل فيها سيول وطوفانات بوقت غير وقته. نحن علينا من صيف ممتد وقاسي. الدرجات الحرارة العالمية حتى 2017 سجلت أعلى المستويات، 2015، 16 و17 ثلاث أعوام على التوالي سجلت درجات الحرارة أرقام غير مسبوقة بتاريخ تسجيل الحرارة. فإذا نحن فعلا نعاني من ارتفاعات بدرجات الحرارة. طيب والأخير شو آخرة هذا الارتفاع؟ آخرته عندنا احتمالين، مرتبط هذا الارتفاع بعام 2050-2051، إذا استمر الارتفاع إلى ما هو عليه وصولا إلى عام 2050 ستذوب القطبين وستغرق معظم دول العالم الشمالية والجنوبية القريبة من القطبين. وستكون كارثة بشرية كبيرة. أما إذا وعي الإنسان وبدأ يوعى، يعني بدأ يتأقلم ويحاول تفادي الكارثة، وخاصة بمؤتمر أو اتفاقية باريس يعني مؤخرا انضمت سوريا إليها، يعني صفية الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي الأكثر إضرارا بالمناخ هي اللي ما انضمت خارج الاتفاقية. أما كل دول العالم صفوا تحت هالاتفاقية. هالاتفاقية أحد أهم بنودها وأحد أهم سياستها هي حماية المناخ، لأنه فعلا إذا بقيت درجات الحرارة بالارتفاع في عنا كارثة بشرية.
تمام. يعني دكتور بدي احكي عن انه اذا في ارتباط بين هذا التخبط المناخي اللي قلت عنه وبين الظواهر الفلكيه، قديش في ارتباط بيناتهم وقديش ممكن يشكل هذا الارتباط خلل احيانا بشيء معين؟ كثير حلو. هلا هل يوجد ارتباط؟ نعم يوجد جزئيا ارتباط، وخاصه مع الشمس والظواهر التي تحدث على الشمس. فاذا نعم في ترابط ما بين الحراره والظواهر التي تحدث على الشمس، وخاصة البقعة الشمسية والانفجارات الشمسية والرياح الشمسية. لكن ما نعيش به الآن الفلك والطبيعة بريئة منه. تمام. هذا ما قام به الإنسان. لا ننكر أن الشمس أحيانا بيحدث على سطح ظواهر فلكية تؤثر على الأرض، هذا شيء لا ما بنقدر ننكره، لكن هذه الظواهر دائما ظواهر قصيرة التأثير، سنة سنتين تنتهي الظاهرة تنتهي تأثيرها. اما ما قام به الانسان من انبعاثات هائله من غاز ثاني اكسيد الكربون اللي سبب الاحتباس الحراري، هو من يؤثر الان على المناخ بشكل اكبر. درجات الحراره عم ترتفع درجه درجه ونص سنويا، هي الاكثر تاثيرا على الانسان. استخدام غاز ثاني كلور الفلور او ثلاثي كلور الفلور السام للبيئه، يعني هلا حديثا بداوا يوقفوا استخدامه، هذا كله يؤثر على البيئه. الاطنان من النفايات التي لا تعالج تؤثر على البيئه. تخيلي سالي سلمى، اذا الصينيين حبوا يدخنوا كلهم بنفس اللحظه يتناولوا التدخين ممكن يسببوا كارثه للكره الارضيه. عشان هيك هناك محاربه للتدخين فعليا، مو بس لانه بتاذي صحتنا وبتاذي غيرنا، حتى الحروب كمان لها تاثير كثير كبير. اكيد كثير كبير الحروب، تاثير الحروب هي الاكبر فعليا، والتاثير الحروب تشمل عده دول، يعني مو بس الدوله اللي تجري فيها الحرب، لا تشمل جميع المنطقة الإقليمية، وهي أحد الأسباب اللي دائما لازم نهتم فيها ونسلط الضوء عليها، تأثير الحروب وتأثير الإنسان على المناخ. لأنه فعلا هالترابط المناخي الرائع جدا المتماسك، إذا إجا الإنسان وكسر جزء من هذه الحلقة سبب كارثة كبيرة. والسلاح القادم الآن الذي يعمل عليه للأسف الشديد هو سلاح المناخ، يعني السلاح اللي عم نسمعه الآن عم يجربوه الدول الأكثر استبدادية هي سلاح المناخ، يعني مشروع هارب السري يلي بشمال الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعمل على تجربة سلاح للمناخ تؤذي به الدول الأخرى. فبالتالي الحرب ستكون حرب مناخية كونية. بالضبط، يعني استفادة من الظواهر بإيذاء الآخر. أكيد. سواء من المناخ بالظواهر المناخية بالظواهر الفلكية أو أخرى. أكيد دكتور محمد، يعني بما أنه حكينا شوي يمكن عن بعض الظواهر الفلكية القريبة بسوريا ب 16 و17 تشرين الثاني خلال هذا العام، هل في خارطة واضحة عنكم طبعا لرصد للظواهر رح تشهدها سوريا بالأيام القادمة؟ أكيد 100%. نحن دائما كجمعية فلكية سورية موجودين بكل الظواهر الفلكية، بنحاول نتابعها ونوفر الأجهزة اللازمة للناس لحتى تتابعها وترصدها وتكون على تواصل دائما مع اي حدث كوني بيحدث. طبعا نحن بنهايه عام 2017 وبشكل عام 2017 لم نشهد به ظواهر مثل الكسوف او الخسوف بشكل واضح هذا العام، للاسف الشديد كنا مالنا محظوظين. لكن عام 2018 رح يحمل معه اجنده عمل كثير كبيره، ويمكن لاول مره بقولها وهي اول يعني سكوب لكم، اول خبر اول ذكر له، ب 11-19 كانون الاول 2017 رح يكون الاسبوع الدولي للفلك بعنوان سوريا. يعني حيكون في احتفالية دولية للنشاطات الفلكية تحمل عنوان سوريا ومحور سوريا، يعني تنشر الاتحاد الدولي للفلك وجميع المنظمات العاملة في مجال علوم الفضاء والفلك وجميع المؤسسات الدولية في مجال علوم الفضاء والفلك نشاطات سورية بالفلك. يعني عندنا من 11-19 كانون الأول أسبوع عمل شاق جدا، يعني يوميا لازم يكون عندنا نشاط، عندنا فعالية توثق بالاتحاد الدولي للفلك عنوان سوريا. السبب رسالة أرسلناها للاتحاد الدولي للفلك قلنا فيها أنه نحن رغم كل الحرب الكونية على سوريا ورغم الأزمة عم تمر فيها بلدنا، إلا أنه نحن أثبتنا وجود بقوة كثير كبيرة. أطلقنا اسم كوكب بالميرا. بالميرا أطلقنا اسم كويكب باسم الطنطاوي وهو عالم فلكي سوري. فأخذنا جائزتين من الاتحاد الدولي للفلك، أثبتنا وجودنا رغم الإمكانيات المتوفرة بالدول الأخرى وضعف إمكانياتنا، لكن أثبتنا وجودنا. هذا الشيء خلى العالم تذهل بمدى حب الشعب السوري للعلم وتكيفه مع الظروف، ورغم الظروف القاسية إلا أنه يتابع العلم بقوة كثير كبيرة. هذا الشيء خلاهم
يعلنوا 11 ل 19 كانون الاول هو الاسبوع الدولي للفلك. سبب 11 ل 19 كانون الاول انه هو التاريخ المتوقع لحتى انضمام سوريا للصف الاول بالاتحاد الدولي للفلك، يعني حتى هذا التاريخ ممكن يكون نفس تاريخ انضمامنا بشكل رسمي للنخبه بالاتحاد الدولي للفلك اللي بحق لنا فيه بقى ناخذ قرارات على المستوى العالمي. وشو نوعيات يمكن خلينا نقول الفعاليات اللي ممكن رح تقوموا فيها خلال هاي الفتره الزمنيه، وخصوصا عم تقول كل يوم لازم يكون في شيء ويوثق؟ اولا رح نزور مدارس، نعمل نشاطات للاطفال، رصد فلكي للاطفال، رصد الشمس للاطفال، محاكاة رصد فلكي اذا كانت السماء غائمة او امطار، دائما حيكون في عندنا افلام علمية، محاضرات علمية، يعني صباحا مدارس، الظهر ندوات ومحاضرات علمية، مساء امسيات رصد فلكي او محاكاة لرصد فلكي او تواصل مع مراصد عالمية، يعني حتى حيتاح لنا التواصل مع المراصد العالمية، يعني ممكن ننقل الصور من مراصد عالمية الى سوريا، فحيكون في رصد فلكي يوميا، مدارس، محاضرات وأفلام علمية وأمسيات رصد فلكي لمدى أسبوع كامل، وحيكون المرصد الفلكي السوري الموجود بدمشق يفتح أبوابه، حيكون بشكل يومي، حيكون في استنفار كمان بالمرصد الفلكي الموجود بطرطوس، باللاذقية، بحمص، بحما إن شاء الله، كله حيكون مستعد، وإن شاء الله من هون لوقتها نكون حتى بحلب قدرنا نعمل شيء جديد، لأنه كمان دمر نحن مرصدنا بحلب، قدرنا نجيب تلسكوب جديد لحتى يكون في ليالي رصد بكل المحافظات السورية بهذا التاريخ المهم جدا إلنا ولكل عاشق للعلم سواء بسوريا أو خارج سوريا. أكيد. تمام، يعني يا دكتور لاحظنا بالفترة الأخيرة أنه سوريا عم تشهد كتير ظواهر فلكية وبفترات متقاربة، يعني ما كانت من قبل عم تشهدها، شو السبب هذا الشيء وشو ناطرين لسه شغلات تانية؟ كتير حلو سؤالك سالي، يمكن السبب هو أنتو وليس الظواهر الفلكية. حديثا خلينا نقول مؤخرا بلش تسليط الضوء بشكل كبير على موضوع العلم، وهي تحيه لوزاره الاعلام لنشاطكم الكبير بتسليط الضوء على اهميه الاحداث الفلكيه واهميه دعم الجهات العلميه بمتابعه الانشطه العلميه. الظواهر الفلكيه هي نفسها مثل ما لاحظتوا تتكرر سنويا، ممكن يكون في زياده كسوف خسوف، لكن التسليط الضوء والاهتمام بالعلوم الفضاء والفلك عم نلتمسه حديثا، عم نلمس هذا الشيء حديثا. امين العام للامم المتحده الاسبق قال كلمه مهمه: من ليس له مكان في الفضاء لن يكون له مكان على الارض. لهذا السبب في اهتمام عالمي بعلوم الفضاء والفلك، وسوريا ايضا تهتم بهذا المجال، وهذا الشيء بيدفعنا لانه نعمل بشكل اكبر بكثير، نتحمس اكثر لحتى دائما نكون على تواصل مع كل الاجندات الفلكيه لحتى نكون اول باول برصد الظواهر الفلكيه ومتابعتها وتوفيرها للناس العامه، لانه هي ظواهر محببه لكل الناس. اكيد دكتور محمد، يعني بختام حديثنا بدنا نتشكر وجودك معنا وكل الشكر لكل الجهود اللي عم تقوموا فيها. اكيد بدنا نتشكر وجودك معنا ودائما بتمنحنا شغلات وطاقه ايجابيه ضمن هيدي الفقره. شكرا كثير ويسعد صباحك. شكرا سالي سلمى، لكن دعوه لجميع المشاهدين انه لا تنسوا 17 18 تشرين الثاني ظاهره لا تنسى. شكرا لكم. شكرا لك. شكرا. اما هلا